صعيدي باللباس العسكري شارك الفنان معين شريف بالحفل السنوي لتكريم أطفال شهداء الجيش يلي أقيم في أوتيل لانكاستر، وحضروا أكثر من 250 طفل مع عائلاتهم، حيث تم توزيع الهدايا عليهم بمناسبة الأعياد كما جرت العادة مع كل عام. وخلال مقابلتنا للفنان معين شريف يلي ما بيغيب عن أي مناسبة وطنية، أكدنا أنه حفل رأس سنة رح يحييه بكازينو لبنان وسوريا، ليكون الفنان شبه الوحيد يلي رح يتواجد بلبنان السنة بظل سفر معظم فناني الصف الأول إلى الخارج. وطبعا المقابلة مع معين ما بتخلى من السياسة، خصوصا بهيك مناسبة. هذا يعني اقل واجب نقدمه للشهداء اللي دفعوا حياتهم ورووا بدمهم هالوطن لحتى نحن نقعد وننبسط ونكون يعني كاملين الحريه بكل المناطق اللبنانيه. بهالمناسبه بدعي جميع اللبنانيين، شو من كانت مشكلتهم، شو من كانت صرختهم، نحن مع كل سائر ينتفض في وجه الظلم من وين ما اجا، بس في خطوط حمراء بدنا نوقف عندها. الجيش اللبناني اوعى المساس بهيبة الجيش اللبناني، واوعى المساس بالقضاء اللبناني، واوعى المساس بجميع المؤسسات الأمنية اللي نحن يعني تعبنا كتير لحتى بنيناها. اللي بده ينتفض على وضع معيشة ما بيدمر دولة، من ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتحركات السلمية المتعارف عليها بكل أنحاء العالم. ايه نحن مع انه نضل حالة ضاغطة على اي حكومة بدها تيجي من هلا وبالرايح، ونحن قلناها وسنكررها انه ما قبل 17 تشرين ليس كما بعده. من هلا وبالرايح اي انسان بده يجي يشكل حكومه يجي يحط براسه انه نحن صرنا حاضرين باي لحظه ننزل على الشارع، مع تحفظنا على من يعني يتعامل مع القوى الامنيه بهي الحاله، ونحن نطلب من القوى الامنيه الحسم. لهم مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها.